المسيره كانت في 75. انا راني ما قاريه ما والو، تي راكي كملي ماشي ماشي كلشي بالقرايه لا خديجه، ماشي كلشي بالقرايه، العيط تاع بالدماغ هادشي اللي كان هي حفاظه 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 في الصغر. كتهوي شي نوع اخر من من غير العيطه ولا يعني حبك كامل العيطه؟ تعزز عليا الخيل ياك، الا ما تفرجش في الخيل ما كاين حتى حاجه. تنخلي طوريده، تنخلي تمشي للحفله في مثلا في مولى عبد الله اولا، ونخلي الدريات خدامين بالنهار، ولا بدا خصني نمشي نشوف الخيل. حيت الوالد كان هو عنده الخيل، عنده العود، كان خيال، هو كان عنده العود. نعم لا، وكان عيساوي كان تيضرب الطبال، كان عنده واحد الكن كبير، كان اش نقول لك، عزيز عليه النشاط، عزيز عليه العيوط، عزيز عليه الخيل، عزيز عليه هذا الشيء ديال القناوه، عزيز عليه كل شيء بوهاليته. هذا الشيء عند المغاربه كاملين، يعني انا زعما كنلاحظها في المغاربه انهم عندهم قلب كبير انك يتسع لجميع الفنون. نعم بنيتي ربي يخليك بربي. ارتبط الاسم ديالك بزاف بولد صوبة، اشتغلتي معاه بزاف؟ اشتغلت معاه خمسة سنين 82. وعلاش يعني ما بقيتيش معاه رغم انكم كنتوا ثنائي ناجح؟ هو ظروف، غير ظروف كل واحد من اللي حدت حرام القسمية. لا انا كنت مع عيده حرام القسمية، كنت مع حمونية، كنت مع فاطمة، الله يرحم هاد الناس والله يجعل البركة في هاد اللي باقي نحيين، وذاك الشيء غير مع القسمية وصافي. هذا ما كان. وتبارك الله الفن العيطة عطى شيوخ كبار بحال صالح السمعلي الله يرحمه، ولدي الحلاوي، فاطمة بنت الحسين الله يرحمها ويوسع عليها، الحمونية، هادو كاع هاد الناس هادو كلهم عشرتيهم كلهم عشرتيهم وخلاو بصمة كبيرة في هذا العالم ديال هذا الفن ديال العيطة. شنو خديتي من كل واحد مثلا فاطمة الله يرحمها من الحمونية، خديتي منهم شي حاجة ولا؟ خديت منهم الحمونية، خديت من عندها الأدب والصواب واللبس والأناقة، وفاطمة بنت الحسين صحيح كانت معروفة تبارك الله بالأناقة ديالها، وفاطمة بنت الحسين كانت عيطة تبارك الله، كانت تقول لك بنيتي انت خصكي ولا بدا طبيعي بالعيطه ما عمرتي تنوضي، وكانت تقول لي جوعك في كرشك وعنايتك في راسك وكوني هزي. وحنا لاحظنا هذه المساله في الشيخات القدام عندهم ما شاء الله ديك النخوه وما تيرضى وشو، يعني كتحسي بهم بان حاملين واحد المسؤوليه في هذا الفن.